تلقى وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح اليوم اتصالا عبر تقنية المرئي والمسموع من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، وأعرب بيزلي خلال الاتصال عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الذي تقوم به دولة الكويت نحو مساندة لبنان وشعبه في مواجهة تداعيات الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري، وأشاد بمساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإعادة بناء صومعة الحبوب في لبنان تعزيزا لدعائم الأمن الغذائي في الجمهورية اللبنانية ودعما لشعبها الشقيق في هذه الظروف العصيبة.